أنا كنت تصير فجأة كتير حساسة بهذه الفترة، والتصرفات اللي كانت تكون عادية بالأيام العادية كانت عن جد كتير تقهرنا وتجرحنا وتضايقنا. بالحياة اللي موجود جواتي بينعكس عمريتي، أيام كتير ما بفهم حالي، مشاعري بتبقى مخباية. هل بيوم كنت مثلي مكسورة وحسيت الأمل انطفى؟ مين قال ما في أمل؟ الأمل موجود، بس بديك تآمني في شعلة أمل. لو بيوم حسيت إنه انطفى، تعي نحكي ونكسر الصمت بمرايتي. معصبة، مزعوجة، مش طايقة شي، ما قلش لدي أعمل شي، مشاعري كتير بقطع فيها، جوعانة، بدي ارتاح، ما بدي اشتغل اليوم، كل هالحالات بقطع فيها وغيرها كمان. ساعة عم بضحك وساعة عم ببكي، تقلبات بتصير معي. يمكن عرفت عن شو عم بحكي؟ عم بحكي عن فترة ما قبل الميعاد، هالفترة يلي كلنا منقطع فيها كنساء ومنسميها بي ام اس، هالفترة اللي منصير فيها بقمة الحساسية، وأقل كلمة بتجرحنا وأقل تصرف بزعلنا، كل شي بضايقنا وعن جد ما منكون عم نعرف ليه. شخصياً أنا كنت تصير فجأة كتير حساسة بهذه الفترة، والتصرفات اللي كانت تكون عادية بالأيام العادية كانت عن جد كتير تقهرنا وتجرحنا وتضايقنا. ومرات كتير بفسر تصرفات رواد زوجي بشكل غلط، بصير حلل تصرفاته واعتبر انه هو مش حساس ابدا معي ومش مقدر مشاعري وازعل زياده، بس الحقيقه هي انه انا كانت هرموناتي عم تلعب فيي وتاثر على مشاعري وعلى تفكيري. اللي ساعدني افهم حالي واعرف افسر هالحساسيه الزايده وما خليها تاثر على علاقاتي وعلى قراراتي كانت ثلاث امور. اولا قريت كتب عن موضوع الميعاد وتغيرات جسد المراه وتأثيرات هيدا الهرمونات علينا، فهمت حالي، فهمت جسمي، فهمت اختلاف وتأثير هالهرمونات على دماغي، ويلي بالتالي عن جد كانت تأثر على تفكيري وعلى مشاعري. وفهمت كمان انه مشاعري هي وليدة المعنى يلي انا بعطيه للتصرفات، مش التصرفات نفسها هي يلي عم تولد مشاعري عندي. صرت اعرف كيف راقب حالي، افهم حالي، أعرف شو المعنى اللي عم بعطيه لهالتصرف اللي عم يزعجني وأفهم ليه عم يزعجني. مثلاً يكون زوجي رواد عم يطلب مني طلب بسيط يعني، فأنا حسه كأنا عم يعطيني أمر وانزعج منه وأقفل وأنبر بوجهه وهو يستغرب يقول لي أنت أكيد بكشي اليوم. لما فهمت حالي تعلمت كيف لازم مرات عن جد كون لوحدي ارتاح بعيدة عن الأمور يلي بتوترني، وخاصة أنا بهذه المرحلة. تاني شي ساعدني هو انه صرت احكي مع زوجي رواد بهذا الموضوع، شاركه كيف انا عم حس وكيف عم ترجم تصرفاته، هو كتير ساعدني بانه يشرح لي تصرفاته، بانه يكون كمان حساس معي ومتفهم خلال هيدا المرحلة هيدا ليه انا مرات عم كون مزعوجة او معصبة. وثالث شي والاهم اني كنت وقت كون مزعوجة او حاسة على حالي عم بصير حساسة زيادة عن اللزوم، روح اقضي وقت مع الله. يعني كنت اقرا بكلمته، احكي معه، حط ترانيم بالبيت، عن جد كنت احس حالي مرتاحه وروق. كنت كثير حب اقرا المزامير والامثال لانه كانوا يعطوني كثير من الحكمه، وهيك حس براحه بمحضر الله. بشجعك تعملي مثلي، تعرفي على جسمك، عرفي شو بتحسي، كيف بتتفاعلي، قري بالكتاب المقدس وقري كمان كتب علم نفس، ما تتركي حالك بدون معرفه. وبشجعك اذا كنت مزوجه اكيد اكيد احكي مع زوجك عن الموضوع حتى لي هو كمان يقدر يساعدك ويفهمك. وبشجعك اذا كنت مزوجه او حتى بالبيت مع اهلك واصحابك اللي بيتفاجئوا من تصرفاتك فجاه، احكي معهم بهذا الموضوع، خبريهم انه انت هلا بهيدي الفتره حتى هن كمان يفهموك ويكونوا حساسين معك. واخر شيء والاهم يلي بشجعك تعمليه اذا كنت بمرحله ما قبل الميعاد او مزعوجه او معصبه او مضغوطه من اي شيء، انك تلجأ الى كلمه الله تقرب فيها، لانه هو عن جد اكبر مصدر للراحه والسلام والطمانينه. وبشجعك بهيك وقت تقري سفر الامثال واقوال يسوع لانه اكبر مصدر للحكمه وللسلام. اذا انت اليوم عم تمر بتقلبات بالمزاج، هذا الشيء عم بياثر على علاقاتك، بشجعك تكتبي لي، انا مستعده انه ساعدك.